طبعا شكرا لمراسلنا احمد علي على اعداد هذا التقرير. مشاهدينا، خلال هذه الفتره شفنا جمله من الشائعات على كل مواقع التواصل الاجتماعي العراقيه، ويؤسفنا انه هذه الشائعات تنتشر بخصوص فنان العزيز ومن اشهر الفنانين العراقيين خاصه بفتره السبعينيات والثمانينيات، تخص فنان العزيز حسين نعمه. الشائعه هي بخصوص وفاته لا قدر الله، فاحنا من خلال شاشتنا نحب نطمن جميع المشاهدين محبي ومعجبي ومتابعي، وايضا بنفس الوقت قناه الرشيد الفضائيه وكادرها، نحب ايضا نطمن على صحته وسلامته واخر اخباره. هو حاليا موجود ويانا باتصال. صباح الخير عليك فنان العزيز واستاذنا الكبير حسين نعمه، والحمد لله على السلامه. وبالتالي نحب من خلالك ومن خلال هذا الاتصال ومن خلال برنامج يوم جديد ان نطمن كل جمهورك، لان انا شفت على مواقع التواصل الاجتماعي يعني قلق وحزن كبير لمحبي الفنان الكبير حسين نعمه. تفضل. صباح الورد والمحبه، شكرا جزيلا على مشاعركم الطيبة واتصالكم بي. حقيقة يعني قناة الرشيد متفضلة علي، وأنت ولدنا الحبيب تفكر يعني شلون أنتم يعني مشاركاتي في هذه القناة الطيبة الرافية، وخصوصا صديقي وأستاذي الأستاذ سعد الجنابي، هذا الإنسان الرائع اللي يكون المودة والاحترام للمبدعين وللفنانين. شكرا جزيلا. وأنا ما أعرف يعني من هذا الشخص أو الجهة، أنا أعتبرهم ناس مرضى، ما أريد أتفوه بكلمات بديئة وأتجاوز، أنا مو مستواهم. أنا رجل مسالم وقاعد بالناصرية، أروح بدربي واجيب دربي وأديت واجبي كفنان أكثر من 50 عام. وبعدين الآن أنا معتكف في مدينتي الناصرية، ألتقي بأصدقاء مهمين إلي، مقربين إلي، تربطني معهم علاقة قديمة، وفي بيتي أعزف على العود وأرسم وأكتب شعر والعب رياضه. والحمد لله انا ما الاكثار من الاطراء لي، بقدر ما انا تركيبتي انسان مسالم ووديع. فاجئت يعني حتى شيخ قبيلتنا خطية الرجل خابرني يبكي، قال لي، قلت له مو قاعد احكيك، قلت له قاعد احكيك بالضبط. قال لي بعد قرينا انه انت، قلت له الحياة حق والموت حق، وكل احنا وجودنا بيد رب العالمين ورحيلنا بيد رب العالمين، ولا اعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأكرر شكري وتقديري لكم والتليفونات الكثيرة اللي اليوم يعني دخلت اجاوب من، اقل لمن، اعتذر لمن. صحيح. خطية ابني بجهة يخافوا أصدقاء، وزوجتي يخافرونها صديقاتها وأقاربها. وأنا ما أريد أطيل الحديث يعني حتى ما أريد أقاطعكم، بس أهم شيء أكرر شكري وتقديري وامتناني لكم جميعا، كادر قناة الرشيد الراقية الفنان العزيز وموقفكم الإنسان الطيب مع كل المبدعين ومع كل الخيرين في عراقنا الحبيب. هذا واجبنا استاذنا الكبير وفناننا الكبير حسين نعمه. يعني اليوم انا مو فقط اليوم المتحدث، لكن اغلب اليوم العراقيين يعتبروك علم من اعلام الفن العراقي بالسابق وبالحاضر. دعواتنا لك بالتاكيد بالصحه والعافيه والسلامة. كان اتصال كلش مفرح بالنسبة لنا، وطمننا على حضرتك، طمننا جميع المشاهدين ومحبيك ومتابعيك، واحنا اكيد من ضمنهم. نتمنى لك دائما دوام الصحة والعافية والسلامة لحضرتك ولعائلتك، وان شاء الله تنتهي هذه الاشاعات اللي احنا مكتفين بهذه الاخبار السلبية. شكرا لك، نتمنى دائما فقط نسمع عنك الاخبار الطيبة. تحياتنا لك ولعائلتك. الله يحفظك، الله يسلمك يا طيبة. غني عنك. شكرا لك. ولو انا يعني من المؤسف انه وديدي الحبيب اللي الاعلامي انا اسمك ناسي مع الاسف،
بس عمر محمد وطيبتك راسخة في ذاكرتي ربي. كان عندنا لقاء أنت جميل جدا، سويت لي حلقة جميلة. نعم نعم في برنامج لال فرقة موسيقية وغنيت وحكيت، فممتن منكم أنا والإكثار من الشكر والامتنان يمكن يقلل من قيمة المحبة اللي أكنها لكم. شرف لنا استاذ احمد استاذ حسين، بالتالي كان ايضا كانت حلقه مميزه وايضا حصدت نجاح كبير وايضا مشاهدات كثيره على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع قناه رشيد الفضائيه. ان شاء الله تكون لنا بالمستقبل القريب لقاءات اخرى من خلال شاشه رشيد الفضائيه، لان شرف لي كبير، نتشرف بحضرتك، هنالك علاقه وطيده وكبيره ما بين القناه وما بين حضرتك. الله يحفظك. شكرا لك طويل على حضرتك، نتمنى لك دوام الصحة والعافية. شكرا جزيلا فناننا العزيز. إذا مشاهدينا من بعد ما أكيد سمعنا هذه الأخبار الجميلة والطيبة عن فناننا العزيز حسين نعمة، بالتالي متواصلين إياكم بفقراتنا الصباحية بعد هذا الفاصل.